بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا برحب بكم مره ثانيه وبرحب بالساده المشاهدين حاليا، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. يعني بدأ ذي بدء شم النسيم، ما عندناش عيد اسمه شم النسيم واضح في الحضاره المصريه القديمه، لكن مش عايزين نرفض الموضوع برمته، وانما لو مسكنا مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم الحاليه بنجد انها كلها مطبقه في الحياه اليوميه العاديه للمصر القديمه. فايه هي مظاهر هذا الاحتفال؟ التنزه في الاماكن، اماكن النباتات والزهور في المتنزهات، اكل حاليا اكل الفسيخ والرنجه وما على شكلتين من الاسماك المملحه، البيض الملون، نعم البيض الملون كذلك، اكل النباتات زي الخس مثلا على سبيل المثال، البصل الاخضر والملانة يا دكتور والملانة، كل ده كان موجود في الحضاره المصريه القديمه، كل على حده بياكلوه يوميا وبيعملوه يوميا وبيتصرفوا فيه يوميا. فبالتالي انا هبدا اقول انه ما كانش في يوم معين اسمه شم النسيم بيجمع هذه المظاهر، ولكن كل يوم كان عند المصري القديم كان في شم النسيم زي ما احنا عارفين من بدايه الربيع يا دكتور مصطفى، من بدايه فصل الربيع. لا ده في كل يوم، في كل يوم. لسبب، لان حضرتك لو مسكنا مثلا الاسماك المملحه دي كانت غذاء اساسي عند المصري القديم من امتى بقى؟ من عصور ما قبل التاريخ. امتى عصور ما قبل التاريخ؟ انا بالمره يعني هألقي معلومة تصحح مفهوم خاطئ عندنا. لو احنا قلنا عصور ما قبل التاريخ يبقى إذن حضرتنا عمرها مش زي ما احنا عارفين 7000 سنة. لأول مرة نقول الكلام ده، حضرتنا عمرها 10000 سنة. الأبحاث الجديدة أثبتت عام 2002 في الصحراء الغربية أننا أصحاب حضارة عمرها 10000 سنة وليس 7000 سنة. الكلام ده إمتى؟ كان في حدود سنة 2002، واللي قال الكلام ده عالم أمريكي اسمه فريد ويندورف. لا اثار تدل على هذا. اكتشفوا ده منين يا دكتور؟ في بقايا اثريه في جنوب، في بقايا اثريه في جنوب الصحراء الغربيه توحي بانه في حضارات مستقره 8000 قبل الميلاد. يعني على كده يا دكتور احنا لسه عندنا حاجات نكتشفها انها بقى لها اكتر من 7000 سنه و10000 سنه طبعا كمان. احنا دلوقتي بنقول حضرتنا دلوقتي عمرها 10000 سنه، صح. يمكن تطلع اكتشافات ثانيه تقول لا ده حضرتنا اكتر من كده. فاحنا مصرين ان احنا نقلل من عمر حضرتنا، ليه؟ مش عارف. لا طبعا احنا دلوقتي معلومه من حضرتك. دلوقتي اهل عصور ما قبل التاريخ كانوا بياكلوا السمك المملح ويجففوه، استمر ده في العصور التاريخيه واستمر نهايه عصور التاريخ المصري القديم. وكان اسمه فسيخ يا دكتور مصطفى عندهم؟ لا 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 ما كانش اسمه فسيخ طبعا، لا لا لا. هو السمك ليه اسماء مصريه قديمه. فادي ظاهره الفسيخ والملوحه والرنجه والكلام ده، ده كان غذاء يومي. يعني كان في احصائيات بتتعمل بيقولوا انه السمك كان بيشكل حوالي 70% من الغذاء عند اهل عصور ما قبل التاريخ. يعني هل يا فندم ده لان كانت تقريبا في الفتره الحقبه القديمه ايام القدماء المصريين كانوا دايما بيعتمدوا على السمك كغذاء اساسي عندهم، ولا طبعاً كان في اطعمه اخرى مختلفه؟ كان في اطعمه اخرى طبعا، بس السمك كان غذاء اساسي، ان هو ايه حرفه سهله اللي هي صيد الماء بنسميه. انما كان في صيد الحيوانات البريه، كان في تربيه الحيوانات وبعدين ذبحها والاستفاده من لبنها ومشتقاته، كان في كل حاجه، كان في لحوم، كان في خضار خضروات. يعني حضرتك لما بنلاقي على مائده القرابين بيقدم ايه؟ يقدم لحوم وخضروات وفاكهه وخبز اطيب واشهى المأكولات طبعا، والمأكولات على فكره الطبيعيه اللي هي المفيده المهمه لصحه الانسان. البيض يا دكتور مصطفى والبيت، حتى سمعنا ان هو كان بيتكون من وحي الطبيعه، يعني الوان كلها طبيعيه. طبعا انا ما اقدرش اقول انه المصريين القدماء كانوا بيلونوا البيض، ما يعني نعرفش، مش معلومه. لا 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 احنا عايزين دلوقتي نقول كلام علمي صحيح، ليس لدينا دليل. البيض لعب دور مهم جدا في الحضاره المصريه القديمه ودور في الديانه كمان. البيضه دي كانت رمز لاشهر اله في الديانه المصريه القديمه، هو الاله امون.